محمد عمرية يحييكم من قناة القاهرة تي في، أهلا بكم. بعد أن نجحت الدولة في تجديد الخطاب الديني وفي تحديث الخطاب الديني وجعلت من الخطاب الديني خطابا إنسانيا معتدلا لم يسبق له مثيل في أي دولة في العالم، لم يتبقى سوى خطوة واحدة كي يكتمل هذا الإنجاز وكي يصبح إنجاز عظيم، ألا وهي عمل برامج. عايزين بقى يبقى فيه برامج لوعظ الناس، لتعريف الناس أمور دينهم. يعني زي زمان كده كنا بنشوف الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في برنامجه الأسبوعي، وكنا بنشوف الأمسية الدينية في الراديو بالليل كنا بنسمعها، وكنا بنشوف برنامج او بنسمع برنامج بريد الاسلام وغيرها من البرامج الرائعه التي كانت تحث الناس وتقدم للناس وجبه دسمه من الدين الوسطي التسامحي الذي يجمع بين الدين والانسانيه. ليه ما نعملش بقى دلوقتي برضو كده، نعمل برامج دينيه، نجيب صفوه الأزهر، نجيب الناس اللي هي لها شعبية كبيرة جدا، نجيب الناس دي تعمل برامج ما تتكلمش خالص في السياسة، ما لهمش دعوة بأمور السياسة، أمور السياسة يسيبوها لنا إحنا كإعلاميين إحنا نتكلم فيها. يعني ما يطلعش واحد شيخ يتكلم عن إنجازات الرئيس، لا، عايزين الشيخ ده يطلع يتكلم بس عن الدين، ياخد كده حتة يتكلم مثلا عن بر الوالدين، يتكلم عن عظمة الصدقات، يتكلم عن عظمة التسامح، يتكلم عن عظمة المحبة وتسامح الآخرين وعدم التدخل في الديانات الأخرى وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ويتكلم في الحاجات دي. يبقى الشيخ ده يبقى له حلقة يومية أو حلقة أسبوعية، أو يتبدل بعض الشيوخ، يعني نجيب مجموعة من الشيوخ يبقى برنامج يومي، كل يوم يجي شيخ، بس شرط يكون لهم شعبية، يكون الشيوخ دي أو الأزهريين دول يكونوا ناس لهم شعبية وأرضية كبيرة جدا والناس بتحبهم، فيتعمل البرنامج ده وكل يوم يقدموا حاجة للناس مسلمين ومسيحيين، وبرضه يتعمل برنامج ديني برضه مسيحي. احنا زمان كنا وأنا صغير كنت بقعد أتفرج على فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكنت برضو بقعد اتفرج على البابا شنودة لما كان بيبقى له حديث مثلا في التلفزيون او حاجة، كنت بقعد اتفرج عليه. وحقيقي هو كان راجل عظيم جدا، وكان راجل بيدعو للتسامح وبيدعو للمحبة وبيدعو لكل حاجة خير، ولم نرى مثل ما نراه في هذه الايام. واحد مسيحي بيطلع يتهكم على الإسلام، واحد مسلم بيطلع يتهكم على المسيحية، وحاجات غاية في الأسف وفي الخجل، وكلنا بقينا مكسوفين منها. ولكن ده ما يعنيش برضو، عشان برضو نبقى واضحين وصراحة، ما يعنيش إن عشان جماعة الإخوان أساءت للناس يبقى كده جماعة الإخوان يبقى كده الإسلام كله. لا، جماعة الإخوان زي هشرح لكم بالبلدي، جماعة الإخوان دول عاملين زي إيه؟ زي مثلا واحد اسمه الحاج محمد على اسمي مثلا. واحد اسمه الحاج محمد خلف 5 عيال 6 عيال وطلع واد فيهم بايظ. الواد البايظ ده اتحبس وخلاص وخد عقوبته. ما نجيش بقى نقول إن باقي عيال الحاج محمد دي كلهم وحشين أو الحاج محمد نفسه وحش. لا، الحاج محمد كويس، ولاده كويسين، ولكن واحد اللي هم جماعة الإخوان المسلمين طلعوا بايظين. خلاص دول ركناهم على جنب، خلاص اتركبوا. فما نسيش للإسلام. نيجي على واحد مثلا زي زكريا بطرس أساء للمسلمين وأساء للمسيحيين، نيجي نقول إن المسيحيين كلهم وحشين؟ لا، هو زكريا بطرس بس، هو زي ما قلنا ابن الحاج فلان هو ده اللي وحش. خلاص يبقى نقفل الصفحات دي ونترك الدين لله والوطن للجميع زي ما بنقول، ونكمل موضوع. يبقى المطلوب مننا إن احنا نعمل برامج دينية، دين مسيحي ودين اسلامي. يتعمل البرامج دي، هيتفرج على البرنامج الاسلامي هيتفرج عليه المسلمين والمسيحيين، والبرنامج
المسيحي هيتفرج عليه المسلمين والمسيحيين. انا واثق في اللي انا بقوله لان شعب مصر خلاص شعب مصر بقى واحد، بقى كله عارف ان الموضوع مش موضوع دين مسيحي ولا دين اسلامي، عارف ان الموضوع بقى موضوع الشخص المتسامح الطيب المحترم الامير، هو الشخص ده هو ده، ماليش دعوه بدينه، انا ليا دعوه بشخص بيتعامل بانسانيه باحترام بادب بالكلام ده كله. احنا لنا اصدقائنا مسلمين ومسيحيين، في واحد ممكن يكون مسيحي ومحترم، واحد مسلم وقليل ادب، والعكس ممكن يكون واحد مسيحي قليل ادب، واحد مسلم محترم. فاخد انا بقى اقول ده عشان دينه؟ لا، هو شخصه، انا ماليش دعوه بدينه. نرجع بقى للبرامج، نعمل البرامج دي لان الاجيال الجديده من المسيحيين ومن المسلمين بقوا بعاد كل البعد عن الدين، عن امور الدين واوامر الدين وعن الكلام ده كله، وعن حتى يعني ما بقاش حد فيهم يقول ايه كلمه المحبه اللي كنا بنسمعها زمان من البابا شنوده كتير ومن المسيحيين القدام الكبار الناس الكبيره. كنا نسمع يقول لك المحبه والتسامح، كنا لما نكون اطفال صغيرين في الشارع كده وبنضرب بعض ويجي عم حنا، كان راجل كبير كان عندنا، كان في مركوني في ابو زعبل بالتحديد للي عايز يسال عليه، كان يجي عم حنا يلاقينا بنضرب بعض يقول لك يا ابني حبوا بعض، ده التسامح ده ربنا امرنا بيه والحب ده ربنا امرنا بيه، وكان راجل طيب وراجل امير. فالاجيال الجديده بقت بعيده كل البعد عن امور الدين، وما بقاش ما بقوش يعرفوا لا التسامح ولا يعرفوا بر الوالدين ولا يعرفوا حب الفقير ولا يعطفوا على الفقير ازاي ولا الكلام ده كله. فاحنا في اشد الحاجه لعمل البرامج الدينيه دي مسيحيه ومسلمه. زي ما قلنا زمان كنا بنتابع البرامج الدينيه كانت حاجه جميله، كنا بنلاقي يوم الجمعه فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي، كنا بنلاقي يوم الجمعه فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، وكنا بنلاقي برضو بالليل الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله، كنا بنلاقيهم بييجوا يكلمونا عن التسامح وعن الدين الصحيح. عمرنا ما سمعنا حد فيهم كان بيحرض ولا كان بيكفر حد ولا كان بيسيء لحد ولا الكلام ده كله، بل بالعكس كنا بنشوفهم في المناسبات بيروحوا الكنيسة يعيدوا على المسيحيين، وكنا بنشوفهم واحنا كنا في الحزب الوطني وكنا بنروح معاهم، يعني كنا بنروح مع الناس رجال الدين القدام دول، كنا بنروح معاهم الكنيسة في المناسبات، إذا كان عندهم فرح، إذا كان عندهم ميتم، إذا كان عندهم عيد، كنا بنروح وكنا بنشاركهم أفراحهم وأحزانهم، وهم كانوا بيجوا لنا برضه يحضروا معانا المناسبات. ليه بقى ما نلاقيش ده بقى معمول دلوقتي؟ يعني أنا بطالب الكنيسة، بطالب البابا توادرس إنه يجيب صفوة الناس من رجال الدين المسيحي ويعمل برنامج زي ما قلنا، ما يتعملش على القنوات المسيحية، لأن القنوات المسيحية خلينا صراحة مع بعض، القنوات المسيحية التردد بتاعها ناس كتيرة جدا ما تعرفوش، ناس كتيرة جدا ما بتتابعهاش. لا، يتعمل لهم برنامج، البرنامج ده زي ما قلنا ملوش دعوة بالسياسة خالص، يطلع رجل الدين المسيحي أو المسلم ما يتكلمش على سياسة ولا إنجازات ولا أي حاجة، حتى لا يظن الناس أن البرنامج ده معمول عشان يبرز إنجازات الدولة. يبقى البرنامج ده معمول بس من أجل إيه؟ من أجل الدعوة والوعظ للدين الصحيح السليم، بر الوالدين زي ما قلنا، التسامح، التراحم بين الناس، معرفة الصدقات، العطف على الفقراء والمساكين، الكلام ده كله، لأن ده مهم جدا الشباب الصغير والأطفال يعرفوه من صغرهم، عشان ما نلاقيش تاني زي جماعة الإخوان ونبص نلاقي ناس بتكفر وناس بتحرض وناس بتعمل. طول عمر الدين الإسلامي هو دين وعظ ودين تسامح ودين محبة ودين تراحم، ولكن الأشخاص دول أساءوا لنا، ولكن إحنا بإيدينا قدرنا نصلح ده. وعشان كده أنا عملت الحلقة دي عشان نوضح إن مش عشان واحد غلط يبقى كل وحشين، لا المسيحيين وحشين عشان زكريا بطرس غلط، ولا المسلمين وحشين عشان جماعة الإخوان غلطوا، ولا الكلام ده كله،
عندك رئيس الجمهوريه مسلم، وشوف قارنه وقارن جماعه الاخوان، عندك وزراء مسلمين قارنهم بجماعه الاخوان، ده اخلاق وده اخلاق ثانيه، عندك مسيحيين مسؤولين قارنهم بزكريا بطرس، شوف ده اخلاق وده اخلاق ثانيه، هكذا. انا بقى عندي سؤال في نهايه الحلقه، هل الدوله هتستجيب لطلبي ده وتعمل برامج لرجال الدين، يبقى برنامج للدين المسيحي وبرنامج للدين الاسلامي، ويبقى البرامج دي برامج وعظ وبرامج بتخص الانسان على الانسانيه وعلى التراحم وعلى بر الوالدين وعلى الامور الجميله بتاعت شعبنا المصري، هل الدوله هتعمل ده؟ اتمنى ان ارى رجال دين ينصحون ويوعظون ولا يحرضون. اتمنى نشر الدين الصحيح الوسطي، سواء من الدين المسيحي او من الدين الاسلامي، رغم ان الدين الاسلامي كان واضحا وما زال واضحا وسيظل واضحا وصريحا، ان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.